كان نفسي في القناه دي نبقى ماشيين بمبدا باتريس كالترون وتغييرات كالترون جابت الثلاث نقاط. تغيير اسامه فيصل عبقريه، ومضى عبقريتها تكمن كمان في التغيير اللي كان جنب مصطفى فيصل وهو سيف فاروق جعفر اللي مديره الفني واثق فيه ثقه رهيبه جدا لدرجه انه ينزله الفريق متعادل 1-1 في الدقيقه 84، وده معناه يا عزيزي انك تملك داهيه فرنسي واقف على الخط. كان نفسي اقول لك كده بصراحه، بس يعني الواحد ما يجيلوش قلب يطبل لكالترون. يعني ده مدير فني تحس ان هو قاعد في حته تانية خالص بعيد عن المباراه، اللي هو عندك سيف الجزيري بدا ان هو ينطق ويسجل وانت تيجي تطلعه ليه؟ علشان خاطر نزلت مروان حمدي. انت منزل مروان حمدي مكان اسلام جابر اللي هو لاعب 60 دقيقه، انت مش عارف هو اسلام جابر بيلعب ايه حرفيا، ولا اسلام جابر فين، ولا بيعمل ايه في الملعب، مش فاهم اي حاجه خالص، ولا فاهم احنا بنلعب 4-2-3-1 ولا 4-4-2، بن شرقي بيلعب فرد هو سيف الدين الجزيري، ولا بن شرقي ناحيه الشمال. طب طالما مش ناحيه الشمال، امال اسلام جابر فين؟ طب احمد سيد زيزو بيلعب ايه؟ مش فاهم اي حاجه. انت قاعد تتفرج كده على بركه الله الشوط الاول، مش عارف والله، يعني تحس ان هو موسيماني حاجزين مع بعض في مين اللي هيضحك الجمهور بتاع فرقته اكتر على الفرقه، اللي هو الزمالك مش مفهوم الشوط الاول عايز ايه، ومع ذلك مصمم تلعب بال 4-4-2 في الحاله الدفاعيه، اللي هي لعيبتك ما بتعرفش تقف على خط واحد، ومسار التسلل عندهم ضيق خالص لدرجه ان انت عمرو جمال بياخد الكوره بيعمل تشيب مفعوات بيجيب جول لعيبتك اوفسايد اوفسايد مش اوف سايد، ما انتم مش عارفين تقفوا صح ولا عارفين تعملوا مسار التسلل صح، سواء عبد الغني والونش او محمود علاء والونش ما بيعرفوش يعملوا مسار التسلل صح، فلا احنا مكملين زي ما احنا. كابتن عبد الحميد بسوني ساب لك الشوط الثاني الكوره وقرر ان هو يلعب على المرتد بس، تمام الحياه بالنسبه لك بقت حلوه، انت عمال تلعب عرضيات برغم ان عندك سيف الجزيري، واضح ان هو مش بتاع عرضيات، واضح ان الراجل ده نقطه قوته مش في العرضيات، بدليل انك الكره الوحيده اللي اترميت له ورا الاثنين مساكين قدر الراجل ياخدها بسرعه، وقدر ان هو يكلفت خالد سطوحي، وقدر ان هو يحطها في المرمى. ده معناه ان انت بتلعب غلط طول الوقت اللي فات ده، ومعناه انك مش قادر تميز اللعيب الفورورد بتاعك نقطه قوته فين. عايز تلعب عرضيات اسامه فيصل عندك من البدايه، عندك مروان حمدي من البدايه، انما بدايتك بسيف الدين الجزيري وانك قاعد تلعب عرضيات طول الوقت ده معناها انك بتخرب بجد والله، مش معناها انك مدير فني عبقري وبتقرا المباراه، لا معناها انك بتخرف، انك مش عارف نقطه قوه لعيبتك فين. وبدليل برضو ان انت اول ما نزلت مصطفى اسامه فيصل في اول لقطه ليه واول احتكاك هوائي ليه قدر ان هو يسجل، وده برضو معناه ان انت مش عارف تقيم لعيبتك ومش عارف انت بتنيل ايه. فانا اطلع اطبل لك بامارك ايه انك كسبت طلائع الجيش في اللحظات الاخيره، طب ما هو الجيش اكتر غلطه عملها ان هو حاول يحافظ على النتيجه ولاعيبته عندهم مشاكل في الحاله الدفاعيه، يعني انت حتى لما غيرت خالد سطوحي ونزلت مكانه مساك تاني برضو كان الفرقه واضح ان هم عندهم مشاكل في الحاله الدفاعيه، واضح ان الفرقه بتعاني في الكرات الهوائيه، والمشكله ان لعيبه الزمالك ما فيهاش ولا لاعب كان بيقول ان هو هياخد كوره هوائيه، حتى بعد نزول مروان حمدي اول كروس طلع لمروان حمدي الجون كان فاضي، مروان حمدي شاط الارض. انت مستني ايه؟ غلط مروان دي بقى اللي اجبرتك انك تطلع سيف الدين الجزيري اللي هو كان افضل لاعب في المباراه حرفيا، لا انت قررت ان انت تطلعه مع تغيير الفرجاني مع تغيير حازم ونزول المسلوسي اللي كالعاده حازم والمسلوسي واحد فيهم بيلعب 60 70 دقيقه والتاني بينزل على الدكه، وما بقتش فاهم الدنيا بالنسبه لك رايحه فين وجايه منين، هو الفريق ده تكتيكيا قادر يقف على رجليه؟ لا. طب هو فنيا قادر ان هو يقدم مردود فني مميز؟ لا. طب هو الفريق ده ينفع تنتقده؟ برضه مع الاسف لا، لان برغم كل العك اللي كالترون بيعمله ده ففكره ان انت الاول لحد دلوقتي وانت في كل المشاكل اللي فيها في النادي دي مجلس اداره بيتحل وبعد كده يرجع ويستقال وبعد كده يرجع، وعندك واحد بقى متحدث اعلامي بقى بيطلع يتكلم في اخبار ومشاكل الفريق اكتر من اي حاجه، فاي حاجه الزمالك بيعملها جوه الملعب بعيد عن الهد بتاع كالترون ده الفرقه بتطلع بصراحه تشكر عليها على المستوى اللي هم بيقدموه. فكره ان انت لحد دلوقتي متصدر الدوري وعندك كل المشاكل دي، لا الناس دي محتاجه تعمل لها تمثال بجد والله، لان الناس دي بتقدم اكتر من المتاح عندها. اما حته كالترون دي فانا عيبي على كالترون هو مش بيعرف يقرا ماتشات صح ومش بيعرف يغير، دي بس كل مشكلتي مع كالترون، زي موسيماني اتنين جايين ياكلوا عيش وجايين يقرفوا المشجعين بتاع الانديه بتاعتنا وخلاص. يعني مش هيجي لي قلب اقول لك لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو انت عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فسيب براحتك في الكومنتات يا صديقي. وغياب اوباما وشيكابالا فرق جدا مع الزمالك النهارده في الاداء اللي كان نوعا ما مش مقبول، بس الفوز اهم من الاداء اوقات كتير.